احتفل المعهد الإكليريكي في محافظة بيت لحم باليوبيل الكهنوتي الذهبي للمطران ويليام الشوملي والأب جهاد شويحات والأب لبيب دعيبس، وذلك خلال قداس احتفالي أقيم في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بحضور عدد من الأباء الكهنة والرهبان والراهبات وجوقة الترتيل في الكنيسة وحشد من المؤمنين. المزيد في رسالة مدوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. بمناسبة اليوبيل الكهنوتي الذهبي لسيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في القدس وقدس الأب القانوني جهاد شويحات رئيس المحكمة اللاتينية في الأردن وقدس الأب لبيب دعيبس، أقيم قداس احتفالي في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بحضور سيادة المطران رفيق نهرة النائب البطريركي في الجليل والمطران بولس مرقدس ولفيف من الكهنة ورئيس المعهد الإكليريكي الأب برنارد بوجي والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي. امتلأت الكنيسة بحشد كبير من الراهبات والمؤمنين الذين أتوا من مناطق مختلفة للمشاركة في هذا القداس الاحتفالي وبوجود جوقة الترتيل التي أحيت القداس. وفي عظة القداس استذكر الأب جهاد كلمات السيد المسيح في العشاء الأخير: لم تختاروني أنتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا فتثمروا ويبقى ثمركم، إذ أن المعيار الأول الذي استند عليه السيد المسيح في اختياره لتلاميذه هو الحب، فمجانا أحبهم ومجانا اختارهم، أحبهم حتى الموت وأحب أيضا من لا يستحق هذا الحب. التحية من بيت جالة إلى نور سات في لبنان في الأردن في فلسطين في كل العالم. احتفلنا في هذا المساء بذكرى اليوبيل الذهبي الكهنوتي، هنا كانت بداياتنا. أما عن مشاعرنا في هذا النهار فإننا نذكر المسيح الذي أحبنا وحبه لنا كان مجانيا، ولا نملك مفردات ولا كلمات تعبر عن مدى محبتنا وسعادتنا بأن السيد المسيح قد اختارنا برغم ضعفنا البشري، وهو أملنا وهو سندنا وهو الذي يقوينا، إن ثبتنا فيه نؤتي ثمارا كثيرة. والحمد لله 50 عاما في الخدمة الكنسية والروحية في الأردن في فلسطين في المحاكم الكنسية، حاولنا جهدنا أن نتم رسالة المسيح الخلاصية. وشكر جزيل لأهلنا لأحبائنا لأصدقائنا الذين شاركونا هذا الاحتفال، وعلى رأسهم نورسات اللبنانية التي تنقل للمؤمنين أعظم رسالة تبشير وخلاص. الاحتفال باليوبيل الذهبي الكهنوتي ليس تكريم للشخص المحتفل، إنما هي شكر لله على أمانته لوعوده. جئنا اليوم كنا بعض أبناء الصف، إحنا 6 العايشين، 2 توفوا، في ناس ما قدروش يوصلوا من باركلهم، فكنا 3 أنا وأبونا جهاد وأبونا لبيب. جئنا نشكر الله على كل ما صنعه معنا مدة 50 سنة، وجينا أيضا نحتفل في نفس المكان اللي تربينا فيه اللي هو المعهد الإكليريكي، لأن الشكر له طابع زماني ومكاني. فبشجع الشباب الصاعد، ما تخافوا من الكهنوت، إذا ربنا دعاكم لا تترددوا. تذكروا الآية: لستم أنتم الذين اخترتموني
بل أنا الذي اخترتكم. فإذا ربنا بيختار هو يحسن الاختيار، والإنسان الذي يلبي الدعوة يكون سعيد في حياته، ولا يكون سعيد إذا لم يلبي الدعوة. الكهنوت هو مغامرة، مغامرة كبيرة. كلمة مغامرة بجوز فيها أمور هيك إحنا ما منعرفها لأنها مغامرة، بس واقعيا اللي بيغامر مع السيد المسيح بيطلعش خسران أبدا. ليش؟ بالإنجيل يسوع قلنا، قال للرسل، استعمل الكلمة أكثر من مرة، قال لا تخافوا، ومرة ثانية كمان ربنا حكى للقديس بولس نظرا لكل الصعوبات اللي ذكرها بولس، كثيرة صعوبات كثيرة، شو قال له ربنا؟ قال له تكفيك نعمتي. هذا البند الثاني، أول إشي لا تخافوا، وثاني إشي تكفيك نعمتي. هلأ البند الثالث وهو النتيجة، خلينا نقول نتيجة للحياة الكهنوتية اللي الكاهن بمر فيها. يعني هي آية من الإنجيل كتير حلوة جميلة جدا، بتقول هاي الآية: إذا كان الله معنا فمن يكون علينا. واختتم القداس بترتيلة آفي ماريا بصوت الأخت رند الذي صدح صوتها في الكنيسة وفي قلوب الحاضرين. وبعد انتهاء القداس تم تقديم التهاني للأباء المحتفلين باليوبيل الذهبي والتقاط الصور التذكارية في ساحة الكنيسة على وقع معزوفات من كشافة المجموعة البابوية، كما وأقيم حفل استقبال في باحات المعهد الإكليريكي بوجود المطارنة والكهنة والأقارب. لنورسات مارلين الحدوة من ساحات المعهد الإكليريكي بيت جالة.